تم توقيع الاتفاقية. بنودها تنصب في التعاون المشترك بين الجهتين بما يخدم بإذن الله شبابنا وأبنائنا وبناتنا في هذه الجامعة المرموقة من خلال التوعية الفكرية والوطنية الشرعية طبعا، ومن خلال أيضا إنجاز البحوث العلمية والاستعانة بخبرات الجامعة في البحوث العلمية بما يخدم أيضا الأمانة العامة في هيئة كبار العلماء في بحوثها ودوراتها. وأساسا ولله الحمد التعاون قائم بين الأمانة العامة هيئة كبار العلماء وجامعات الوطن في أرجاء المملكة، ولكن مثل هذه المذكرات التفاهم هي يعني من لمزيد من الترتيب، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها موفقة ومباركة وأن تكون نتائجها إيجابية، وهو المأمول بإذن الله تعالى.